السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخبار؟ في واحد من المتابعين سألني سؤال خاص بالسحر في أندونيسيا، بيقول لي هل الأندونيسيين بيؤمنوا بالسحر أو بيستخدموا السحر؟ وفي طبعا ناس كتير قالوا الموضوع ده، إن هم واخدين فكرة عن الأندونيسيين إن كلهم بيتعاملوا بالسحر، أو إن أنت خلي بالك أنت لما تكون موجود هناك الناس كلها هتتعامل معاك عن طريق السحر. فهل الكلام ده صح ولا غلط؟ فانا قلت بقى ان انا ارد عليه في فيديو علشان الاجابه تكون مفصله شويه، لان في طبعا تفاصيل مش هينفع ان انا اكتبها له في تعليق واحد. هو السحر فعلا موجود، يعني في ناس بيستخدموه، واحد مثلا يكون متضايق من جاره يهدده مثلا ان هو هيعمل له سحر، واحده عايزه تتجوز واحد فتعمل له عمل. ولكن الحاجات دي يعني لما نبص لها نظره موضوعيه كده، هي الحاجات دي موجوده في كل مكان، يعني موجودة حتى في دولنا العربية. ولو ما تيجي تقارن، يعني أنا واحد جاي من مصر، عندنا في مصر مثلا في الصعيد ناس بيجيبوا واحد علشان يدور على مقابر بتاعة الفراعنة تحت البيوت، الكلام ده في صعيد مصر. واحد يجي لهم يقول لهم ده في مقبرة فرعونية تحت البيت، ولكن في حارس جني عليها، فلازم ان احنا نعمل عمل ونشوف الجني ده عايز ايه ونديله الطلبات اللي هو عايزها ويمشي ويسيب لنا المقبره ونحفره ونطلعه بقى ايه الذهب والحاجات اللي جواها. وفي ناس كتير مقتنعين بكده. في ناس كتير في مصر مثلا لو واحده ما اتجوزتش، او لو واحد ما بينه وما بين مراته مشاكل، يقول لك ده معمول لهم عمل او محسودين او في حاجه. هو طبعا السحر موجود والحسد موجود، بس انا بتكلم على الناس اللي هي بتفسر كل حاجه عن طريق العمل، يعني ان هو واحد مثلا ربحانه تجارته ربحانه يقول لك لا ده شكله عامل حاجه في المحل عشان كده الناس بتشتري منه، واحد خسر في تجاره لا ده انت في حد عمل لك حاجه، واحده حصلت مشكله مع جوزها ده انت في حد عمل لك حاجه. فنوعيه الناس دي برضو موجوده في اندونيسيا، وعلى فكره هم موجودين في كل مكان. يعني الايمان بالحاجه دي مرتبط بالجهل. وكمان انا قلت له يعني مصر فرعون مثلا لما جت حد سيدنا موسى اتحدى بايه؟ بالسحر. فانت مقارنه باللي انا شفته في مصر او بتفكير الناس في مصر وتفكير الناس في اندونيسيا، لا انا شايف ان اللي في مصر بيستخدموه اكتر. وعموما يعني هو السحر موجود في كل مكان، يعني سواء ان انت بقى قاعد في اوروبا ولا قاعد في امريكا ولا قاعد في الشرق الاوسط، لو قعدت تدور في المدينه اللي انت موجود فيها هتلاقي ان في حد بيتعامل بالسحر، او حد بيصدق في الحاجات دي، او حد بيستعمل الحاجات دي. فدي حاجه موجوده منتشره في كل مكان لانها فتنه، يعني زي شرب الخمر. ما كل مدينه او كل دوله هتلاقي في ناس فيها بتشرب خمر. بس السؤال بقى هنا، هل كل الاندونيسيين كده؟ لا، هم ليهم احنا نقول اللي ليهم واللي عليهم. هم ليهم معتقدات خاصه بالثقافة بتاعتهم وبالحضارة بتاعتهم ملهاش علاقة بالإسلام، ولكن مش كلهم كده. ما انت بقى هنا بتتكلم في ايه؟ في درجة التدين بتاعت البني آدم. يعني احنا عندنا في مصر مثلا احنا بنعمله السبوع، السبوع بتاع البيبي ده ملوش اي علاقة بالإسلام، ان انت بقى تجيب مغاط وان انت تولع الشمع وان ام الطفل تعدي تخطي عليه 7 مرات وان انت تدق الهون، كل الحاجات دي المصريين كلهم بيعملوها، بس ملهاش علاقة بالدين ولا تمت للإسلام بصلة. يعني هو في الإسلام معروف إن الطفل بيتعمل له عقيقة، إنما السبوع ده حاجة كده المصريين هم اللي ابتدعوها من نفسهم. فكذلك الحال، فأنت ممكن لو إن أنت جاي من بره مصر وجيت بصيت على المصريين تقول لك إيه ده، دول بيعملوا أسبوع، دول مالهمش علاقة بالإسلام، دول مش عارف بيعملوا إيه. بس فاللي انا اقصده ان الحاجات دي هتلاقيها موجوده في كل مكان، مش في اندونيسيا بس. احنا يمكن بنركز على اندونيسيا لان في عاملات من اندونيسيا كتير بيشتغلوا في الخليج، فبعضهم بيفكر التفكير ده ان انت اعملي مثلا للناس اللي انت شغاله عندهم عمل علشان يسمعوا كلامك وعشان يريحوكي في الشغل والكلام ده، ولكن دي فئه قليله. فانت ما تحاولش ان انت تظلم مجتمع بحاله علشان فئه صغيره. انت المصريين هتلاقي في مصريين وحشين ونيتهم وحشه ويكره لك الخير وينصب عليك ويسرقك. انا بتكلم عن مصر عشان بلدي، بس انت لو شلت مصر وحطيت اي دوله في العالم سواء دوله عربيه او غير عربيه هتلاقي فيها الكويس والوحش.
فانت ما تحكمش على الناس وتقول ان الدولة كلها بيتعاملوا بالسحر او ان الدولة كلها وحشين، لا، الا من رحم ربي. هو في مسلمين، ما البلد فيها مسلمين يا جماعة، وكمان دي اكبر جالية مسلمة، ويعني فيهم برضو ناس صوفية، فيهم ناس على السنة، فيهم كل واحد حسب المكان اللي اتعلم منه او حسب الشيخ بتاعه، زي الوطن العربي بالظبط. الوطن العربي فيه صوفيين وفيه سنة حسب الشيخ اللي هو علمك. فالفكرة بس ان احنا بلاش نعمم، بلاش ان احنا نقول دول دولة كذا كلها كذا، لا، هم فيهم وفيهم، فهمني. وكمان انت كراجل مسلم المفروض ان انت ما تحطش موضوع السحر والاعمال ده في دماغك، يعني انت ما فيش اي حاجة هتجيلك او هتصيبك الا لما يكون ربنا كتبها لك. يعني لو في اتنين متجوزين وربنا رايد ان هم يتطلقوا، هيتطلقوا، وبيكون السحر او العمل ده سبب من الاسباب ان هم اتطلقوا علشانه. فلو ما حدش عمل لهم عمل هيفضلوا متجوزين؟ لا طبعا هيتطلقوا، لان ربنا رايد ان هم هيتطلقوا. فانت اللي بيصيبك دي حاجه كده كده مكتوبه لك، فانت طالما ان انت مؤمن بكده وعارف ان اللي مكتوب لك هو اللي هتشوفه، مش هتبقى خايف بقى ولا من سحر ولا من عمل. اللي عايز يعمل حاجه هيعملها، انت طالما بتقرا قران وبتقرا الاذكار وبتصلي فخلاص، يعني ما فيش اي حاجه هتصيبك. فهو ربنا قايل ايه؟ فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. فانت ما تحطش خوف جواك من الحته دي، لا، هم فيهم ناس الحمد لله على تقوى وعلى صلاح وعلى هدى، وبيصلوا وبيحفظوا القران وكويسين، وفيهم ناس ربنا يهديهم. ف زي ما قلت لك الحاجات دي موجودة في كل مدينة، حتى انت لو دورت في المدينة اللي انت ساكن فيها، سواء بقى انت ساكن في اوروبا في امريكا ايا مكان، المكان اللي انت ساكن فيه هتلاقي فيه الكويس جدا واللي يتمنى لك الخير، والناس التانيين دول اللي هم ربنا يحميك من شرهم. فالموضوع يعني بسيط، ما تحاولوش ان انتوا تخوفوا نفسكم او ان انتوا تاخدوا فكرة غلط عن البلد. انت تعامل زي ما بتعامل في بلدك، ولا تقول ان كلهم كويسين ولا تقول ان كلهم وحشين. انت تعامل معهم ان هم بشر، فيهم الكويس وفيهم الوحش، وربنا يسهل يعني، الله المستعان. ما تنسوش اللايك والشير، الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة تشترك، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.